أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار. وقد بادله الفريق أول عبد الفتاح البرهان التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها السلامة والازدهار. وأوضح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي أن الاتصال شهد كذلك تبادل الرؤى بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.